فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ما حكم شراء قسائم المسابقات التي تعملها المراكز التجارية؟ ما حكم شراء قسائم المسابقات التي تعملها المراكز التجارية؟ هذا يدخل في القمار والميسر، لأنه أكل للمال بالباطل. وأيضا التجار يعملون هذه الجوائز لأجل جلب الناس للتعامل معهم، وهذا فيه ضرار بالآخرين. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي الركبان، ونهى عن بيع الحاضر للباد من أجل بقاء مصالح العباد، وألا يحتجزها واحد من الناس يحرم الباقين. فهذا فيه ناحيتان: ناحية أنه أكل للمال بدون مقابل، وهذا من القمار، ومن المسابقة الممنوعة. الناحية الثانية أن هذا فيه إضرار بالناس، بالتجار الآخرين. نعم.